جات استولى لي على المكان ديالي، انا ضربت فيه 12 سنه، استولى على الراتب اللي كناخذو من عند عباد الله، ما خلاكش توصل تما، تيقول لك توصل تما ندبحك نقتل لك، يعني بالعربيه غوف لي على المكان اللي كنشتغل فيه، حتى الناس تما مساكن ما تقدرش تهضر، الناس انا عليهم على تواصل، تيقول لك هذاك السيد تنعرفوه مجرم، بحال دار لي تنازل بالمقابل ب 42000 ريال، انا تنقولها وتنعاود نقولها، المقابل دار لي ب 42000 ريال باش دار لي تنازل، لان كان تبادل الضرب والجرح بيناتنا بجوج. المشكل ديالي مع المقدم هو اللي ما بغاش يرجع، لان القائد عطى الامر ديالو، القائد كنحييه من هنا عطى الامر ديالو باش نرجع للبلاصه، ما دارش بالامر ديال القائد ليومنا هذا، وانا متاكد الا مشيت عند ساعه القائد ما غيخليونيش ندخل عنده، انا السلام عليكم، معك خالد الكازاوي اخويا، ساكن بالمنصور بمدينه مكناس. انا واحد الشاب اخويا في عمري 45 سنه، دخلت هنا المكناس، تزوجت هنا في 2000 تقريبا 2006 2007، جيت خدمت، نظرا للمعيشه هنا في مكناس معروف، مكناس المعيشه راه ما كاين ما يدار معروفه، الشباب مهلوك كلشي مهلوك، جيت لواحد السيكتور كما تنقولوا لواحد الحومه، تفاهمت مع الناس باش يخلوني نخدم تما، نتوكل على الله، الناس تفاهموا معايا، تعاملوا معايا ليومنا هذا، الناس كتعامل معك ما نكذبوش، رغم ان كاين بعض الاشياء ولكن ما نكذبوش، نقولوا الناس راه تتعامل، جيت خدمت نورمال عساس، كنخدم حارس ليلي، حارس ليلي الناس، وكاين اللي كنعس ليهم على الديور ديالهم، الناس ديال برا كيخليو الديور ديالهم، كاين اللي ما كيجيش عامين كذا، كتبقى ملي كيجيك يأدي معك الواجب عادي طبيعي. في 28 مارس وقع لي مشكل مع واحد الدري باه بوليسي، ضربت انا وياه، وصلنا عند البوليس، المهم وصلنا لواحد المرحله دار لي تنازل بالمقابل ب 42000 ريال، انا تنقولها وتنعاود نقولها، المقابل دار لي ب 42000 ريال باش دار لي تنازل. هذاك السيد سيدي واحد الانسان قال لك انت ماشي ولد مكناس، انت كازاوي سير الكازو وخدم، هذا السيد هذا هو اصلا السيد ماشي نورمال، كيتعنب باه او شي حاجه بحال هكا، وباه الله يعمرها دار، هذا السيد هذا جات عدى عليا بالعربيه، انا في المكان ديالي، انا في مقر العمل ديالي، هو اللي جات تهجم عليا. ما علينا سيدي، دار لي تنازل كذا، عطيتو 42000 ريال، سالينا درنا التزام بيناتنا، ما يقرب ليا ما يقرب ليه، لان كان تبادل الضرب والجرح بيناتنا بجوج، حتى واحد الانسان مواطن ضعيف راه غتلبس لك على ظهرك، سواء درتي ولا ما درتيش كتلبس لك على ظهرك. جينا سيدي المكان اللي كنشتغل فيه انا ما خلانيش نطلع ليه نهائيا، قال لك لا انت ولد كازا ما تطلعش لديك البلاصه، انا ولد مكناس نخدم في ديك البلاصه، يعني بالعربيه غوف لي على المكان اللي كنشتغل فيه، حتى الناس تما مساكن ما تقدرش تهضر، الناس انا عليهم على تواصل، تيقول لك هذاك السيد تنعرفوه مجرم، ضرب دريه بموس ما خلى ما دار، واحد الانسان مجرم لواحد الدرجه يعني اشنو كاين؟ السيد جا استولى لي على المكان ديالي، انا ضربت فيه 12 سنه، استولى على الراتب اللي كناخذه من عند عباد الله، ما خلاكش توصل تما، تيقول لك توصل تما ندبحك نقتل لك، يعني واحد الانسان ما غنعاودش نقول لك اشنو كاين وشنو كاين. مشيت عند القايد درت الاجراءات ديالي، دفع الشكايه للقايد، دفع الشكايه للوكيل الملك، القايد استجب لي الشكايه ديالي، عيطت على المقدم قلت له راه المقدم قال لك ساعه القايد رجعني لبلاصتي، وباقي عندي ميساج وباقي عندي ما يثبت، لانني انا جا واحد السيد بانه استولى لي على المكان ديالي اللي دار فيه انا مده 12 سنه، ويمكن قلت القايد تاخذوا لي الاجراءات القانونيه ديالي، القايد من ظرف يومين استجب لي الشكايه ديالي، مشيت عنده قلت له كاين وكاين، قال لي صافي ترجع انت دابا لبلاصتك، المقدم ما بغاش يرجعني لبلاصتي، قال لي لا، قال لي انت بعدا كتشد الفلوس وتخشي في جيبك، ما كتقولنا الو لا هذاك تبيع الحشيش لا هذاك تبيع الفانيد لا هذاك تبيع القرقوبي، وهذا الشيء كامل بسبب واحد القهوه ديال الشيشه، هذه القهوه ديال الشيشه انا تنعرف شي حوايج اللي ما عرفت عليه هو، وما تنبغيش ماشي شغلي، هذا الشيء كامل واش بغى يحيدني من تما باش نسكت، واش الله اعلم واش بقى حاسفها فيا، من واحد الوقت كانوا جاو شي دراري بالليل تمايا معربطين، قال لك علاش ما تعيطش ليا في الليل وتقول لي راه هذوك داروا، انا مالي انا، انت ماشي من مصلحة، انت ما عندكش الحق كاع تقول لي عيط لي ولا ما عيطش لي، لانك انت ماشي بوليس، حنا تنعرفوا الشرطه في خدمه الشعب، هو بغاني نولي نبرقق لمصلحته، قال لك راه كلشي تيديره هكا، قال لك راه الدوله تتعطيهم لي كارت باش كيعيطوا لنا، انا لا انا ما نعيطش لك، انا اللي بغيت نعيط كنعرف الشرطه، انا كنعرف الشرطه في خدمه الشعب، السيد هذا جا تعدى عليا لحد الساعه وقارن وقارن البلان، هما وهاد خينا اللي عندي معاه المشكل، هما وهاد خينا اللي عندي معاه المشكل قارن مع البلان، واحد الكلمه تقالت عرفتهم بانهم قارن البلان، هاد السيد اللي عندي معاه المشكل كان قال لي في مركز الشرطه انت كررتي الطوموبيل عطيتي 40000 ريال لواحد السيد، لان السيد محترف في تلفيق القصص، محترف في تلفيق القصص، يلفق لك قصه بمعنى الكلمه.
ويقول هذاك المقدم اللي كان معاه دخينه، قال لي وانت بعدا كرطي الطوموبيل عطيتي لبنادم 40000 ريال. عرفت هنا بانهم دايرين اتفاق معاه، علاش؟ بحكم انا ولد كازا، انا ما انا ماشي من ذاك النوع ديال اللي نقول لك الو ما الو، اللي قد على شي حاجه الله يعاون، لانك كانت البلاد اصلا مقاده ما غنوصلوش حنا لهذا الشيء، انا ما غنكونش انا هنا. راه هذا الشيء اللي كاين، علاش انا دابا ما رجعش لبلاصتي؟ درت كل شيء، درت كل شيء، درت جميع القانون ديالي، ما كاينش. زعما قال لك راك كرطي طوموبيل عطيتي 40000 ريال، هاد الهضره ما كايناش، لان هاد الدري اللي ضربت معانا محترف تلفيق القصاص، محترف. واحد الانسان كنقول لك محترف 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 بمعنى الكلمه في تلفيق القصاص، ومحترف في شي حوايج انا شفت شي حوايج عمرني شفتهم، ما نكذبش عليك. المشكل ديالي مع المقدم، المشكل ديالي مع المقدم هو اللي ما بغاش يرجع، لان القائد عطى الامر ديالو، القائد كنحييه من هنا عطى الامر ديالو باش نرجع لبلاصتي. ساعه المقدم ما بغاش يرجعني، قال لك انت ما تقولش لي الو، ما تقولش لي هذاك راه تبيع، هذاك راه تشري، هذاك راه تفعل. هذا هو المشكل، هذا المقدم هذا، بغيت نعرف انا المشكل اشنو بيني وبينه. القايد قالها لي انا، القايد مشيت عنده قالها لي انا، القايد قالها لي بفمه، قلت له السلام عليكم، لقيت يلاه غير كف الطوموبيل، قلت له السلام عليكم انا راه هو فلان كذا، قال لي انت هو فلان، دابا غترجع لبلاصتك. قال لي عيط على المقدم ديالكم وقول له رجع. مني عيطت عليه اول ما كيجاوبنيش صيفط ليه ميساج، راه باقي عندي، صيفط ليه ميساج ما تقطع عليا رزقي والو. فجاه بدا تيغوت، قال انت بعدا ما كتقولش لي الو، وعاد تشدو تخشي في جيبك. واحد المنظر اللي غايت انني انا كذبتش عليك، انا دخلت في واحد الحاله هستيريه باش ترجعني انا برقاق لك انت. اش شنو الاستفاده؟ علاش غنبرقق؟ راه البلاد راه كاين فيها الامن الوطني، تنعرفوا الامن الوطني ما تنعرفوش المقدم، كاين الامن الوطني هو اللي مختص في هذا الشيء. حتى الا قاصني شي حاجه وكان شي حاجه كتقص الامن العام نتدخل، اما شي حاجه بحال هكا انا ماشي شغلي، ماشي شغلي، ماشي من ماشي ما عنديش الحق نتدخل في شي حاجه اللي ماشي من الخصوص ديالي. انا كحارس السيارات فقط، حارس ليلي كنعس على السيارات او الممتلكات ديال عباد الله، انا ما دارش بالامر ديال القائد ليومنا هذا. وانا متاكد الا مشيت عند ساعه القائد ما غيخليونيش ندخل عنده، انا متاكد منها ما غيخليونيش ندخل عنده. هاد السيد انا هاد المقدم هذا بغيت نعرفو انا اش درت ليه، اشنو درت ليه؟ انا اللي كيتفاهموا عليا هو وهاد خينا هذا اللي عندي معاه المشكل، تفاهموا عليا وراو الطريقه كيفاش يخدم، وراو الطريقه كيفاش يدير. كيمشي كيجمع السينياتورات من عند عباد الله كيقول لهم راه السي فلان راه ما بقاش هنا، راه انا اللي وليت هنايا. هاد الهضره كلشي يقولوها لكم، نجيب لك حتى الشهود الا بغيتي شي نهار تجي عندي ونجيب لك الشهود والناس تقولها لك بحال هكا. اخر واحد كنت هضرت معاه واحد الخياط قلت له كذا وكذا، قال لي اخويا انا ما نقدرش، انا قال لي راجع عندي سينيت لي، قال لي واش بغيتي يهرس لي الجاج بغيتي؟ علاش؟ لان السيد مجرم، انا الاب ديالو واحد الراجل طيب ما نقدرش انا نمشي نقولها لي، انا الاب ديالو تنعرفو ولكن ما نقدرش نمشي نقولها لي، لان الاب ديالو انا تنعرفو واحد الراجل طيب وما كاينش اللي تقول له فلان ويقول لك راه خايب. واحد الاب ديالو الله يعمر هذا، هذا السيد هذا يا اما مختل عقلي يا اما مريض نفسي، وراه ما نحتاجش نقول لك شي حوايج كيتناولهم. عندي فيديوهات، عندي كل شيء، قدمتهم ديك الخطره للامام في مركز الشرطه وقدمت كل شيء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.